أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وهذه الحلقة الجديدة من الخيرات. الحلقة الماضية كانت مع أم فاطمة، تعرفنا على تفاصيل حياتها من خلال تقرير. كانت هناك زيارة إلى بيتها، تعرفنا على تفاصيل حياتها المتعبة جدا، من زوجها اللي ضاع بالسجن إلى القطيعة بينها وبين أهلها، إلى أنها مهددة بإخلاء المنزل الذي تعيش فيه، وهي أم لستة أطفال. تفاصيل كثيرة إضافة للتقرير اللي شفناه، تعرفنا عليها من خلال المكالمة الهاتفية اللي تمت بيننا وبينها. أهلا بكم، وإحنا متابعين مشوارنا أو مشوارنا توا بدأ ويا أم فاطمة من الكوت. إذا نامت أم فاطمة وأولادها على أن تصفوا على حقيقة حلوة طنها أمل فيها. أول خطوة قام بها مراسلنا هو كان زيارة مفاجئة لأم فاطمة، وهذه الزيارة كانت هي حقيقة اللي طمأنت أم فاطمة إنه ما سمعته من خلال قناة الشرقية سيصبح حقيقة، يعني مو حلم، سيصبح حقيقة إن شاء الله. وكانت يعني تفاجأ بأنه الظلام كان يلف دار أم فاطمة، لكن ما كان صعب عليه إنه يفهم انه هي ما عندها تدفع حتى انه تسحب خط مولده. في هذه الزياره الاولى حدثت اشياء واشياء راح نشوفها في هذا التقرير مع مراسلنا سلام. هذا المربع الكونكريتي المقذوف في فضاء لا متناه يدعى افتراضا دار، لا دور حوله ولا داران، هو فقط موجود في قراءة الصف الأول الابتدائي. يعرفه هذا الولد، اسمه حر، وهو مقيد بواجبات وفروض مدرسية عليه أن يؤديها قبل طلوع شمس الغد. ضحك متواصل تسمعه هنا وهم يعبثون داخل صناديق تكفي لأن يحشروا فيها. خلقوا للضحك وللسيدة الصبر. هو الوحيد الذي بكى، وحوله خمسة من إخوانه الضاحكين. ربما هو يعرف معنى أن يكون يتيما ووالده في غيابة السجن. يلف الكون بعباءته الثقيلة كل شيء، لكن هذا الضوء الباسل يقهر جحافل الظلام. أتينا كادر الشرقية كادر برنامج الخيرات صباحا، واليوم الشرقية هنا كادر برنامج الخيرات. أتينا ليلا لكي نتعرف على أحوال أم فاطمة وعلى أطفالها الستة، ونتعرف ما هب ودب عليهم ليلا. تعالوا معي. احنا اخويا الشرقيه ام فاطمه، احنا اخويا اسفين على الازعاج، اسفين. البيت نشوفه اظلم وعند بس الاله. ايش عجب بس إيه؟ انها تعالي لنا وسخ علينا. ايش عجب طلعت لنا بالاله؟ مو احنا قبل كان عندنا خط مولد. نعم، بس من انسجن ابو الجهال
قطعنا خط المولد. زين ابو المولد قريب عليكم نقدر نحكي وياه؟ اي قريب علينا. زين لحظه احنا نشوف المولد نشوف. يقف القدر لهذه السيدة حارسة وحده، الله الذي لا تغمض عينه يرعى هذه الساهرة وأولادها رقود، أحلامهم على قدر أغطيتهم، يأكلون ويمرحون، الدفء التام ليس مرادهم بل الأمن. السلام عليكم. شلونك يا ابا؟ شلون صحتك؟ زين ان شاء الله. ويا كادر الشرقيه برنامج الخيرات. طبعا احنا يمكن شاهدت انت البرنامج، برنامج الخيرات، وشاهدت عائله ام فاطمه اللي هي قريبه عليك. صحيح. زرنا هسه عائله ام فاطمه، قالوا احنا عندنا خط قديم يم ابو المولد بس الخط مقطوع، هم طالبين من يمك بان تقطع الخط. اي اي صحيح، هم كانوا قبل ابوهم. نعم. موجود. نعم. ويسددني، وحالتهم الماديه ضعيفه طبعا. نعم. اي فانسجن والدهم. نعم. فبقى ما حد يسدد، وبقى تراكمت عليهم الديون حوالي. نعم. ما 3 شهور 4 شهور. نعم. اي فما قدروا يسددوا، انا طيحت الديون اللي عليهم. نعم. اي وعزدوا الخط مالتهم، قلت لهم هم عزوا طلبهم. اي قالوا احنا ما نقدر نسدد الفلوس مال المولد، هما طبعا جارين من ثلاثة امبير، وانا شديتهم. اي وشديت جوزة ام الخمسة. نعم. اي وكنت اخذ من يوم مال ثلاثة امبير. زين هسه احنا دخلنا على البيت، لقينا يعني البيت ما هو كهربائي، يعني خط مولد ماكو انت. فانت يعني احنا كقناة شرقية نريد نقول لك شغلنهم الخط، وراح يكون الحساب عليه اللي احنا ندفع لك اياه. يا اذا هاي بسيطة، هو انا هم عرضت عليهم هذا الشيء وقلت لهم اني علي ما لكم علاقة بلاش، فهم ما قبلوا الناس، بس ان شاء الله الخاطركم بكم خير وتدلوا ان شاء الله هسه. انا الله يعطيك العافيه. احنا ايش قد والخط ان شاء الله يرجع؟ لا هسه 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 اذا تريد هسه اروح. يعني 5 دقائق ان شاء الله. ان شاء الله راح اكون بانتظارك البيت ان شاء الله. ان شاء الله تدلل. بعد أن بثت الحياة في الأسلاك الميتة، ائتلق ضوء باهر هنا، نام الجميع والدفء يدب إلى أطرافهم وأجسادهم وعيونهم، إنه دفء غير تام وأمن لا تعريف له. وفاطمة هسه إن شاء الله دور اللالة يقول بعد انتهى. انتهى يعني بفضلكم بفضل الشرقية. يعني ان شاء الله بعد بشوفين بعد ان شاء الله ظلام ان شاء الله. لا ان شاء الله ماكو والله. ان شاء الله راح يبدي النور وياكم من هاي الساعه. ام تصالحت مع الخوف وعقدت مع الغد هدنه، لا تحب الشتاء لانه لا ياتي الا والريح تتناوح بجوانب البيت الكثير. كل هذا الحبور ليس الا مضادا حيويا ضد الحزن والبكاء. ما داموا صغارا فإن مخاوفهم كحبة رز تجتمع مع غيرها لتكون وجبة عشاء مريء. فاطمة شلون الجو على الأطفال هم نايمين؟ والله أخوي يعني برد، منين ما كان يطبنا برد، لأن هاي الغرفة من أنا مزرفة ومن أنا السقف يعني ما مثبت زين، هيك خليت العالم. وشو يناموا الاطفال بالليل؟ والله بارده كل ساعه قاعد القاهم مكشفين واغطيهم، يعني جهال ويحوسون بارده والله. هسه كلهم مرضى، هذا خوف صدره ملتهب من القحه والله. بارد الجو كلش بارد. ما اعظم الام الرؤوم، إنها تماثل الطبيعة التي تحنو على فسائل وشجيرات من لحم ودم. حزن ودموع وشجن ومأساة ستنتهي بإطلالة الشرقية من خلال برنامج الخيرات. إذن كان هذا حصاد الزيارة الأولى، زيارة مراسلنا سلام إلى دار أم فاطمة. مثل ما شفتم أول خطوة هو إرجاع النور
لهذه العائلة، وحياتها مثل ما شفتوا حياة صعبة مع 6 أطفال بدون معيل، بدون حتى هذا البيت اللي اسمه بيت ما قادر أن يوفر لهم حياة كريمة. أحلام أم فاطمة كلها تختزلها في حلم واحد، أنه تجد بيت صغير يحميها، يحمي أولادها، يحفظ كرامتها وكرامة أولادها، وطن صغير. هل ممكن الأحلام تتحقق؟ حلم هذه المرأة راح يتحقق إن شاء الله بالخيرات. إذن بعد أنه شفنا حالها، فكان لابد أنه من إيجاد حل لهذه المرأة أم فاطمة. هل الحل بإيجاد سكن؟ يعني نأجر لها سكن؟ ما هذا بالحل السليم، ولا هو ممكن أنه يحميها، لأنه هي تريد، لأن هي بحاجة إلى حماية حقيقية. وضع أم فاطمة اليوم هي ترى محرج لمن أو يحرج من؟ أكيد يحرجنا إحنا كنا كعراقيين. ليس لنا إلا أن نعيش بضمير واحد وبقلب واحد، إحنا نعيش على مكان واحد اسمه العراق. إذن بدأنا البحث عن قطعة أرض لأم فاطمة حتى نبني منزل، وكانت الضربة الأولى في بيت العمر. تنام عيون الضمائر وعينها أبدا لا تنام. كانوا دائما مهددين بالإخلاء، والإخلاء فناء، لكن هناك على الأرض من يستمد الرجاء والقوة من السماء لكي يجعل الخير يمكث عليها. حلم على الخارطة، غرف تكفي لإيواء 6 سيعيشون كما الآخرين بهناء. هذا على الورق، الواقع هو على الأرض التي تنفذ فوقها المرتسمات. ستكون هنا منامات وحمامات وسلالم وممرات وفضاءات، وسوف تغلق الأبواب على الساكنين، ويكون الأمن رفيقهم في الليل والنهار. هنا راح يكون ملاذ أم فاطمة وأطفالها 6. هنا الشرقية راح تزرع بذرة الخير والعطاء، وراح تكون للشرقية الضربة الأولى في حفر الأساس في برنامج الخير. الضربة الأولى لنا، أول معول يحفر له في الأرض ليصبح لهم فيما بعد مستقرا ومقاما. هذا وجه الأرض لتتصاعد سافا فوق ساف، وسيكون هنا سقف وملاذ، وستكر عليهم الفصول 4 كر المسبحة، وسوف تغازل الأمطار الفناء والأرض والسقف والشباك والجدار. في جو شتوي صافٍ هو الأقرب منه إلى أجواء الربيع، حلقت طيور في الأعالي، ثم هبطت حبات الرمل تباعا، وأفرغت حمولة الشاحنة حتى صارت تلة. جينا بالنسبة لهذا البيت، سوينا علينا إن رمل حساني نوعية زينة لهذا البيت. منين الرمل الله تبدأ؟ من حساني، من بدرة؟ من بدرة، من بدرة. سعر مشكورا لسعد البزاز لبناء هذا البيت ومساهمته، وإن شاء الله الشرقية سباقة لهذا الموضوع، وإن
إن الله توفيق. الحصى يملأ حيزا من فراغات يؤمل منها أن تكون أسسا متينة لبيت سيقوم هنا وينهض. يدك الحصى دكا ثم يسكب الاسمنت السائل ويسوى، سيكون بعد زمن قصير صلدا قويا. على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أشوفك اليوم تشتغل فهمه وأنا شاط. والله هاي عائلة هنا فقيرة، فرعت المغاذة الشرقية بقطعة يردون يبنوها إلهم. بس أنا أشوفك الوقت يعني خلص هنا يتأخر حتى ضمن 5 ساعات لأربعة ونص. إن شاء الله عادي. أنا عائلة فقيرة ما ناس بفسنا يعني بيوم يطالع إلهم هيك عوان. يعني أنتم بيش ساعة كل مرة شوفكم؟ حل يبدي بالست وينتهي بالثنتين. بالثنتين انت تنتهي شغلكم؟ اي كلها حتى العمال جاي يساعدون. حتى الساعة بالأربعة تأخر حتى 4:30 5 ساعات. يعني هذه شنو هذه طيبة من يمك المساهمة؟ والله ما شاعلة فقيرة ذولا، ناس مساكين أبوهم بالسجين جاي يساعدهم. الله. بس انت شنو اليوم اللي انت تشتغل؟ جاي نصب لهم الارضيه، نضب لهم طابق ان شاء الله باكر. الاساس هي الاساس هذا الشعب مالته. وباكر نضب لهم طابق ان شاء الله عقب باكر نبني لهم. ان شاء الله ان شاء الله. لا لا ان شاء الله همونا شاب. ان شاء الله ان شاء الله. احنا مكملين اسبوع ان شاء الله مكملين. اسبوع يجوز 10 ايام نكمل البيت كله ان شاء الله. ان شاء الله. هناك اكثر من مساهم في هذا المنجز يبدون حماسا زائدا خارج كونهم اجراء. السلام عليكم. شلون اخويا؟ شلون صحتك؟ زين ان شاء الله. يا كادر الشرقيه برنامج الخيرات. اهلا وسهلا بكم. احنا تفاجئنا بشي واحد اجينا الموقع العمل وهي الساعه بالاربعه والعمات انت الساعه بالثنتين. ان شاء الله. اول شيء اتعرف عليك، اسمك بالخير. انا المواطن صادق حسين عباس. انت عامل وشنو؟ لا انا بالنسبه لي مو عامل، العمال موجودين بس انا كجار لهم. نعم. جاي اعاونهم. انت مو عامل؟ ما يستاهلون يعني هم ناس. مو عامل انت؟ لا لا مو عامل انا. جارهم؟ جارهم. ايش قد قريب عليهم انا؟ لا اي قريب عليهم انا. اي. بالنسبة لبيت أبو فاطمة، بيت أم فاطمة العفو. نعم. فإحنا إن شاء الله ما نقصر إياهم من مساعدة بدنية إلى مساعدة أكل وشرب، وإحنا إن شاء الله ما نقصر إياهم. هم ناس يعني محتاجين هذا الشيء. نعم. هم ناس فقر نعرفه من حق المعرفة، وإن شاء الله إحنا ما نقصر وياهم. أنا شفتك معاملة ملابسك حلوة ومرتبة، قلت ما أعتقد. لا إحنا جيرانهم، بالنسبة للجيران جيراننا هم. يعني بس أنا جاي أساعد، جاي حتى مرات الخلفية تأخر يعني مرات حتى ورا الوقت مالته المحدد. نعم. يعني هم العمال جاي تحل بالثنتين وبثلاثة مرات يتأخرون، ويبقوا لخمسة مرات لأربعة ونص في سبيل يكملون البيت مال بيتهم فاطمة. وسهلا بالشرقية، واحنا نساعدهم بهم خير، يدللون ماي أكل شرب خدمة، احنا بخدمتهم الشرقية. واهلا وسهلا بكم. البيت مصمم وفق أشكال هندسية منتظمة، الغرف أساسها مستطيلات تنهض من الأرض، الجميع بانتظار سقف وظل. إذن الخطوة لبناء بيت العمر لأم فاطمة وأولادها 6 بالفعل بدت، ومثل ما شفتوا الروح الطيبة اللي كان يتحلى بها كل الناس، كل العمالة اللي هم أعطوا كلمة أنه يحاولون أنه يبنون البيت ويخلصوا بأسرع وقت ممكن، وتسليمه إلى أم فاطمة. وأم فاطمة ويانا على الخط. السلام عليكم أم فاطمة. ويانا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا في الرقية. ام فاطمه بس سمعيني من التليفون، وطي لي صوت التلفزيون الله يخليك. اي ام فاطمه شلونك اليوم؟ شلون احوالك؟ والله الحمد لله بخير، الله يسلمك ان شاء الله، الله يحفظك. شلون معنوياتك بعد ما عرفتي هالاخبار الحلوه ان شاء الله؟ والله يعطيكم العافيه ان شاء الله، يستر عليكم ابو عبد الله ان شاء الله. زين ام فاطمه، اخونا سعد البزاز. ام فاطمه انت شفتي ما تعرفين بامر البيت هسه، وانت شفتي التقرير انه هذا البيت دين بني الك. اي اشكركم، عساكم سالمين ان شاء الله، ما قصرتوا والله، رحمتوا بحال هاي الجهال والله. طيب يعطيكم العافيه ان شاء الله. طيب ام فاطمه، اول ما كلمتك تذكرين اول مكالمه كنتي حزينة وكنتي مهمومة وشكيتي من وضعك، واليوم إن شاء الله حالك راح يتغير
وان شاء الله بعد ما انه هذا البيت تسكنين به راح تكون حياتك ان شاء الله تكون مريحه، وان شاء الله الفرج ايضا لزوجك ويجي يشارككم البيت. رحم الله والديك يعطيك العافيه بجهودكم. والله انتم والله ما حد سأل علينا غيركم، بس انت دقيتوا بابنا وسألتوا علينا. رحمتوا بحال هاي الجهال. واشكركم انا على الخط مال المولد اللي رجعتوه انه. يعني الجهال فرحه والله بي. يا اهم شيء فرحه الجهال، احنا شفناهم شلون اولادك الحلوين يضحكون وما همهم شيء، يعني هاي ام الاطفال يجي، فان شاء الله الله يخلي لك اياهم، وان شاء الله بس الفرح هو يكون، وان شاء الله بس الفرح يكون هو خطاركم على طول يا رب يا ام فاطمه. رحم الله والديك ان شاء الله يستر عليكم. طيب. والله ما قصرتوا. طيب يا ام فاطمه ما قصرتوا بجهودكم هاي الحلوه. طيب ام فاطمه تفضلي، تحبين تقولين شيء قبل ما نختم؟ والله اقول عساكم سالمين ان شاء الله، والله فرحانه هسه انا، يعني ما اصدق انا راح اقعد بهذا البيت. لا ان شاء الله ان شاء الله تقعدين بيه ان شاء الله يا رب يخلص ويسلمك اياه. يعطيكم العافيه ان شاء الله. وعرفتي انه هو بيت ثلاث غرف، يعني ما راح يكون كل الاطفال كلهم بغرفه واحده، راح يكون مريح، يعني احنا اخذنا بنظر الاعتبار كثير من الاشياء حتى يكون مو غرفه واحده، لا ثلاث غرف، وراح يكون متوفر لكم بيه كل كل شيء، كل شيء ان شاء الله، كل ما يتطلب الحياه الكريمه. طيب يا ام فاطمه بوسيلي اطفالك واحد واحد هاي امانه، وان شاء الله يا رب كل خير، الخير قادم اليك يا ام فاطمه. ف يعطيكم العافيه ان شاء الله، تصبحين على الف خير وانتم اجمعين حبيبتي. رحم الله والديكم ان شاء الله. طيب يا ام فاطمه مع السلامه. اذا مشاهدينا نعدكم بانه الحلقه المقبله ستكون مفرحه اكثر لام فاطمه، لاولادها السته، ولكم ولنا جميعا، وللحديث بقيه في خيرات الشرقيه.